السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات لسباق الخيول ليوم الغد. لسباق الخيول ليوم الغد على الباريونسون لونسون، غتكون في الكورسة السيزيامة رينيو ان. الكورسة غادي تكون حتى الجوج وربع، يعني رينيو ان غادي يبدا شوية بكري، ما غيبقاش بزاف ويسالي، يعني السيزيام الساتيام الويتيام النافيام. الخيول الإخوة المشاركة كنشوفوها ديال الخيول ديال لي كاطرون اي بلي، خيول ديال لي كاطرون اي بلي. كاينين خيول في لي فيمين، ربما كاينه رقم 8 ماتوري جولد اللي دات لينا نو بلاسي في الكوردة الكبيرة في آخر كورسة في الباغي لونشو، غادي تحول عند الكوردة سعود. والفيميلة الثانية كاينة عند لورن رقم 11 اللي غتكون لينا في لاكورد السايس. عرفوا هاد العود اللي كان ربح لينا جي من الأوردر ديالو تنضم في الباغي لونشو، وآخر عودة هي رقم 16 اللي دات لينا مؤخرا سيزيام في الكانتي ديال سان كلود، اللي كان ربح فيه تنظن العود اللي كان ربح به. المهم باقي عاقل على العود اللي كان دار ترجل، اللي كان وقيل على الرقم 3 عفوا رقم 4، وكان سيدي واحد العود سميتو كاسيدا، كانوا جراو لي كاترون، كانوا جراو غير لي فيمل، كانوا جراو فقط لي فيمل. الكانتي اللي كان خلص مزيان اوردر ديالو على ما اظن، كان دار معاهم هاد السيز هاد العود ديال نيكولا كولوري، كان دار معاهم السيزيام، كان جرى مع لي فيميل. دابا غادي يتحول لعند لي هونغر ولي مال. بالنسبه للخيول المطلوبه اللي عند هاد الجيني، كاين كوت سيتي اللي غيكون كعود مرشح بقوه، كاين ماي شارمينغ برنس عود اتونتيست جي تقريبا من الخيول ديال 6 سنوات داخل في 57 كيلو، وكاين ايتاماغو رقم 7 اللي دائما كيبلاصي في الكانتي. كاين اولويز ويلكوم اللي تبيناليزا بيناليزي ايام زمان وباقي عنده ديك البيناليزي. البيناليزي اللي كان دارها وقيلة في الكانيون ديالو في الكانسورمير، يعني مع ماكسيم غيون هو اللي غيكون راكب عليه. عاود ريكيلي عاود ديال لويس بودرون، ولكن البيناليزي ديالو وقتاش كانت عنده من اللي ربح لينا الهونديكاب بلا فالور ديال 37 في الكانسورمير في شهر جوج في الكازو كانسورمير، من تما دار لينا 70 في الكونديسيون، يعني كل كونديسيون ما دارش الهونديكاب. لهذا العود غادي تبيناليزا ربما ب 41.5 او 42.5 42.5. تبقى من الخيول اللي تقدر يعني صعيب الوزن اللي غادي بيه لا فالور اللي غادي بيها، يعني صعيب. يعني اخر كورسة في اللونشو ديالو في 2400 سيزيام في نفس الكاتيجوري نفس البري، سيزيام بلاس في لا فالور ديال 36. هو منافس للرقم 4 باش نكونوا، المهم يا الكات يا الان ما عليناش الاخوان. المهم الخوت كما كنشوفو ماتوري جولد كذلك تاورا منافس للرقم 4 ماتوري جولد. ديك بولي تاهو تبيناليزا، زادوه ربما 10 في الليبري، 10 في الليبري من اخر هون اول هون ديكاب ربحو، يعني 38 ماشي هو هذا عفوا عند الرقم 3 ديك بو هو اللي ربح لينا الكانتي ديال الدوفيل، يعني عنده 29.5
29.5 ويتبيناليز 31.5 ويربح عاوتاني ولات عنده 35. ملي ربح الكانتي ولات عنده 39.5، يعني 10 كما كاتبين هنايا، راه 10 اللي قلت ليه. واش هاد العود غيكونفيرمي لينا الكانتي اولا ما غيبانش؟ ما عليناش. صام من الخيول الاجيه تاع هادي 7 سنوات غيكون موان بوان، او سيز الفيميل اللي كاينه تقريبا، اللي فيميل كاينه ويت سيز بالنسبه ل 13 10 11 5 14، جوج ربع السبعة ديال الخيول في الاوتسايدر داخله معاهم فيميلا وحده هي لورن ديال باغاطي. بالنسبه لخوت البيناليزي ديال لاكورس تاكدوا منهم، كاينين ثلاثه اولويز ويلكوم وديك بو وسانتيران والماي شارميك، عفوا ثلاثه انتر واتيس. العشره راه هو اللي دار دوزيام مع الطروا غانيو ديالهم، كانوا جو كوبلي غانيو ولكن جرى من موراه هو ودار لينا غانيو. لان دوزيام ديالو في الدوفيل في 3000 راه هو اللي كان حصل على دوزيام بلاص. هادو بجوج دابا داخلين في البيناليزي. طرواديس ووت سيتي بقى باقي ما جراش، موش ماي شارمينغ برنس دار سانكيام، وباغبادان دار نو بلاسي، وباليامون كان دار نو بلاسي مع كريستوف سوميو. باليامون غيكون في الديليسي. اذا اخوتي غادي نمشي ولعند الفرنش شوفارتيرف وعند نون سيتي وعند 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 وعند. اذا اخوتي هادي ووت سيتي غيكون منافس الماتوري جولد رقم 4، يعني رقم 4 ضد الرقم 8. اللي تيق فيهم بجوج غيديرهم بجوج، واللي ما تيقش فيهم كاع خرجهم مور اكس. مي عندي اليقين غيطلع واحد فيهم بحال اليوم كان فيها تريز ويت. تريز ويت تنخلي لكم اختيار اخوان، لان الا في حاله ما تمشي مثلا نمشي للكاب ما كيجيش وكيجي الويت، هذا ما كان. المهم لكم اختيار. وما تدخلوهاش في لاباس، تدخلوش بجوج في لاباس، يعني واحد في لاباس وواحد خارج لاباس. هادو هما الخيول اللي غيتباطاو، كاينه تحت 4-1 الاخوان، راه 4-1 غالبا ما غيتلاقاوش 4-1. اذا اخوتي غادي نمشيو لعند نون سيتي اللي فيها 5 ديال الخيول 9 و 5 و 6 و 14 و 15. صعب صعب هاد الخيول هادو، مي نقدر نشوف ديك 9 15 الاول والاخر 9 15، لان هاد العود هاد بيركون عنده كانتي واحد غانيو واللي بلاصه فيه كاع ربحو، والكانتيات الاخرين كاملين ما كيبلاصيش فيهم. وانا عندي اليقين في الرقم 9 غادي يكون غدا. الكنز عنده اضعف وزن، هما السيز داخل في لي فيميل والكنز تربى مع الكنز. المهم ما تفرطوش في شي عود هنا مور اكس. ناف كانت تستحق تدخل في لاباس. فرانش شوفارتيرف كتقول لك 7 ولا 4 والواحد والعشرة، هادو الواحد والعشرة ربما داخلين في البيناليزي. اليوم راه ما جابو حتى واحد من هنا، جابو واحد هو الطريز. والناف والأونز هما الخيول ديال السيزيام والساتيام. وهنايا البيت الثاني ديال ريال مدريد ضد برشلونه، هدف قاتل يضرب له الف حساب. المهم اخوتي كنعاود نوريكم بان النون سيتي ديال لاكورس هادو زيدوها غير فافوري ولعبوها تيرسي 2-4-5 تيرسي ولا كوارتي عاود فافوري. وانا كنشوف في الربعه ووت سيتي هو اللي عاطيين، وقال لك انه يومه. لا كان تيران هو تيبغي التيران ثقيل، داك الربعه التيران تيبغي يكون في اللورد وفي الكولو
كيبان الربعه يعني كان عادي نشوف واش طلع ماتوري جولد رقم 8 ولا 7 ولا، ولكن غالبا الخوت هذه اللي بغيتكم تركزوا عليها. هذه بالنسبه للخيول ديال نونسي ديال البيناليزي ما غاديش نشوف فيها بتاتا، جاني شي واحد راني خاسر. اليوم كان فيها الكاتورز والكاب، النتائج كي تجي واحد النسبة ديال 5% تيجي عاود البيناليزي، هذا ما كان خوتي، وتيكون ديجا عنده ديك لافالور اللي ديجا عاطينها ليه فايت في مجابيها، عاد تيجي داك العاود البيناليزي. إذا أخوتي غادي نتوقف هنايا وغادي نقول لكم الخوت ناف كانز من بين الخيول اللي تقدر نعولوا عليها من نون سيتي، من نون سيتي ناف كانز. هذا مكان، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.